السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنعمل اخر جزء في المنهج بتاعنا اللي هو خاص بالاحصاء. هندرس حاجه اسمها مقاييس التشتت. مقاييس التشتت حاجتين، حاجه اسمها المدى وحاجه اسمها الانقاض المائي. المدى حاجه سهله جدا، كتعريف حتى نقول هو الفرق بين اكبر قيمه واصغر قيمه، وبيكون بسيط جدا. ولو جه على السؤال بيجي تختار الاجابه الصحيحه. يعني بيقول لك ايه؟ المدى هو الفرق بين اكبر قيمه واصغر قيمه، يعني المدى للقيم 5 9 6 7 حضرتك مجهول، اكبر قيمه ادور عليها اهي، اصغر قيمه اهي، يبقى المدى هو 9 ناقص 3 بتساوي 0. ويعتبر المدى ابسط واسهل مقاييس التشتت. اما اللي بيكون عليه سؤال مقالي 100% مفيش فيه شك اللي هو الانقاض المائي. رمزه سيجما، الشكل اللي كده بسميه سيجما. تعريفه بقول هو الجذر التربيعي الموجب لمتوسط مربعات الطرفات القيمه على مستوى الحساب. حتى لو مثلا انا احفظ التعريف لما يجي سؤال زي كده بيتقلب التعريف واحنا بنكتب هو ده التعريف. يعني يقول لي هو الجذر التربيعي الموجب لمتوسط مربعات الطرفات القيمه على مستوى الحساب. هو نقط، هل المدى ولا الانقاض المعياري ولا الوسط الحسابي ولا يكتب اي حاجات، فانا اختار الانقاض الايه؟ المعياري. لكن القانون اهو سيجما اللي هو الانقاض المعياري بيساوي الجذر التربيعي الموجب متوسط في اسمه مجموع، دي عملت المجموع، مربعات انحرافات القيم على وسطها الحسابي. مجموع س ناقص س بار تربيع على الموجب. مين السين؟ هي القيم المعطاه منها ثلاث مسائل. السين بار هي الوسط الحسابي، وطبعا الوسط الحسابي هو بيساوي مجموع القيم على عددها. مجموع القيم على عددها. اما المنتهي عدد القيم بيجي على الكلام ده يا جماعه ثلاث مسائل، ثلاث انواع من المسائل. واحده منهم لازم تيجي في الامتحان، يبقى الاولى والثانيه هم اللي بيبقى لهم الاهتمام الاكبر. ناخد في الفيديو دوت اول نوع. بقول لك هنا احسب الانقاض المعياري للقيم 8 و9 و7 و6 و5. اول حاجه هعملها هجيب السين بار اللي هي الوسط الحسابي اللي هو بيساوي مجموع القيم على عددها 8 زائد 9 زائد 7 6 زائد 5 على عددهم اللي هو 5. لو حسبنا الكلام ده هيطلع فيها 7. ابدا الخطوه الثانيه هعمل جدول كده يا جماعه. اكتب هنا س، اكتب هنا س بار، اكتب هنا س ناقص س بار، اكتب هنا س ناقص س بار تربيع. س اللي هي القيم اللي انا ادالك في المساله 8 9 7 6 5. س بار اللي انا حسبتها اللي هي 7 فيهم كلهم. س ناقص س بار اضرب 1 2 0 سالب 1 سالب 2. اربع كلمه دي س ناقص س بار تربيع. هنا يبقى 1 4 0 1 4. لو حسبنا الكلام ده يا جماعه هيطلع في الاخر بيساوي 10. المجموع انا محتاج بس الكلمه اللي في الاخر ديت اللي هو بيساوي 10. طيب القانون بتاعي بيقول لي ايه؟ سيجما بيساوي الجذر التربيعي مجموع س ناقص س بار تربيع على نون، يعني بيساوي جذر كل ده مجموع س ناقص س بار تربيع اللي هو 10. نون اللي هو عدد القيم اللي هو 5. لو حسبتها هتطلع حل جذر 2 اللي هو بيساوي تقريبا 1 و41%. كل ده هيتثبت في النون ده وطلع غيرت الارقام. وده اول نوع من انواع المسائل. ان انا ادي لك قيم واقول لك احسب الانقاض المعياري. النوع الثاني بيتكلم على برضه انحراف معياري بس بيكون فيه تكرار. فالقانون ده هيتغير فيه بس